أولاً أيتها الأخت العزيزة، أنت القدوة، وكلما كان حجابك يمثل الحجاب الديني كلما افتخرت ابنتك به في وجدانها حتى لو لم تتحدث بلسانها. كلما كانت الأم مقتنعة بحجابها سوف تقنع البنت تدريجياً عبر الحوار بهذا الحجاب. لا تتخيلي بأننا نثقل على الفتاة قبل بلوغها بالحجاب، لأن الفتاة تنمو بالطريقة التي نريد وتتشكل بالطريقة التي تريد. المشكلة حينما تبدأ الفتاة بالأسئلة لا نقمع تلك الأسئلة، وإنما نجيبها، نقول لها إن مرجعك يقول لك بجواز فتح الوجه مثلا، أو يقول لك بحرمة فتح الوجه. المهم أن تتعرف على طبيعة المسألة الفقهية، لا أن تصل إلى قناعة هذه الفتاة بأن هذا عرف اجتماعي يمكن إذا خرجت إلى البعثة أتمرد على هذا العرف، بل دعيها تعلم بأن هذا الحجاب دين، ويمكن للإنسان أن يتدين وأن يتقرب إلى الله به، وكل الناس يحترمون من يحترم قناعاته ويطبق قناعاته. لا أحد يضحك على حجاب المسلمة، بل الكل يحترم هذا الحجاب ويعيش حالة من الإجلال لهذه الهالة الروحية التي تعيشها الفتاة المسلمة. إذن لابد أن ننقل الحجاب من دائرة العادة إلى دائرة العبادة، ومن دائرة التقليد الأعمى إلى دائرة الثقافة، وأنت القدوة.